يعني في كل مرة تسقط معاييرهم أكثر. اسمعوا شو صار مع إيمان خلاف من الجزائر. إيمان ملاكمة جزائرية بالأولمبياد لهذا العام، ب 45 ثانية استطاعت القضاء على منافستها الإيطالية أنجيلا وفازت إيمان. لهون المفروض الأمور تمام. بعيداً على أنه أنجيلا رفضت أنها تسلم على إيمان بعد الخسارة، قامت أنجيلا باتهام إيمان على أنها رجل تحول إلى امرأة، تحولت جنسية، فبدأت حملة شرسة على إيمان خليف تطالب بانسحابها من الأولمبياد. انتشرت بين الملايين في ساعات معدودة، بس على مين؟ على الجزائريين. خلال ساعات قليلة من انتشار الحملة قام الجزائريين بالرد بالدليل والبرهان على أن إيمان خليف هي ملاكمة أنثى. الصور والأدلة والفحوصات الطبية، هذه الفحوصات أثبتت أن هناك ارتفاع في هرمون التستيرون لدى إيمان من زمان، وهذا ليس له علاقة بجنسها. The Algerian boxer was born female, was registered female, lived her life as a female, boxed as a female, has a female passport. This is not a transgender case. تعرفوا إشي؟ مشكلتنا إحنا مش بالأولمبيات. فازت إيمان، خسرت إيمان، رغم إنه إحنا بصراحة مبسوطين على إنه إيمان فازت على هذه العنصرية أنجيلا. مشكلتنا أكبر من ذلك بكثير. في غرب اللي بتدافعوا عن متحولات جنسياً وبتطالبوا بانخراطهم بكامل حيثيات المجتمع. دقيقة، أنتوا كمان بتسمحوا بدخول متحولين جنسياً، الرجل اللي تحول لامرأة، على حمامات النساء والعكس صحيح؟ طيب بلاش، مش أنتوا أعطيتوا شعلة الأولمبياد لرجل يرتدي كامرأة بديل عن امرأة؟ أو مين افتتح الأولمبياد بأسوأ مشهد مر على تاريخ الأولمبياد، معادي للدين والفطرة، كذلك يدعو للبيدوفيليا بحجة دعم المتحولين. ما سمعنا إدانتكم لستيفن فان ديفيلدي، هو لاعب هولندي مشارك في كرة الطائرة الشاطئية ومودان لصفقة متهم، مودان باغتصاب بنت عمرها 12 سنة، نعم مشارك بأولمبياد هاي السنة. نيكي هيلدز لاعب أمريكي عداء مشارك بالأولمبياد، أعتقد حتى فاز وأعلن تحوله جنسياً، عنصريتهم طغت عليهم، أعمت بصرهم تماماً عن التناقض اللي بيعيشوه. جزائرية عربية مسلمة تفوز على الإيطالية؟ لا، وصلت الوقاحة فيهم يا أصدقاء لأعلى الدرجات. اسمعوني منيح، لوكا هاكوري لاعبة هنغارية حتنافس إيمان، شوفوا شو نشرت على حسابها الإنستغرام، تشبه إيمان وبكل وقاحة بالوحش. لورين بويبرت النائبة الجمهورية بولاية كولورادو عملت حملة تبرعات لتجمع 196 ألف دولار، يا ترى ليش؟ هذا المبلغ يساوي الميدالية الذهبية اللي حتما خسرتها أنجيلا، فبدها تعطيها المبلغ. طب دقيقة، نرجع شوي لورا، أقول هي أول مرة إيمان بتواجه هاي الشكوك وهي التحديات؟ طول عمرها إيمان بتواجه مسابقات ومنافسات عالمية، وطول عمرها بتفوز وبتخسر بدون أي مشاكل. ولكن في 2023 نافست روسية فازت عليها، فقام الفريق الروسي بالاعتراض على إيمان والتشكيك بجنسها، قام الاي بي اي بفحصها حتى يتأكد من جنسها. بسبب الفساد والمتبرعين للاي بي اي هم روس، قاموا بالتشكيك بأنها فعلا أنثى، ومن هون بلشت مشكلة إيمان. طب أصدمكم، ملة الكفر واحدة فعلا. تعرفوا إنه الاي بي اي رجع وأعطى أنجيلا جائزة تعويضا عن خسارتها مع إيمان؟ لسه مغلول من إيمان، كيف إيمان تفوز على أنجيلا؟ فساد، عنصرية، توقية، نظرة دونية للآخر، تناقض ونفاق على كل يا أصدقاء. عنصريتهم هاي فعلا مزعجة، والناموس والدبان ما بيخلوا حدا ينام، بس الجزائريين ومن بعدهم الجماهير العقلانية وقفوا وقفة جدعة مع إيمان خليف ودافعوا عنها بكل شراسة. اعتذرت أنجيلا اعتذار أمام الشاشات وهي تبكي، قالت أريد احتضان إيمان، كل تذاكر مباريات إيمان القادمة سولد أوت، الكل ينتظر فوزها القادم. وكما قال أحدهم بعد الحملة المسعورة التي مرت بها إيمان، كثر يدينون لها بالاعتذار. هذه قضية، قضية مس كرامة وشرف كل مرأة أو كل أنثى، أن الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني، ولكن أنا عندي الله